نرحب بضيفنا الأستاذ عايض مبخوت من جديد، وتحياتنا أكيد للأستاذ يعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي الرياضية. أستاذ عايض عفوا، إذا بنتكلم عن تجهيزاتكم لهذه المباراة الضخمة اللي راح تشهدها نادي الجزيرة، كيف تم الاستعداد لاستقبال الفريقين؟ طبعا نحن في استاد محمد بن زايد متعودين على استضافه يمكن العديد من الاحداث الكبيره. سبق ان الاستاد استضاف بطوله العالم للانديه مرتين، سبق ان استضاف كاس العالم للشباب، كاس العالم للناشئين. ابو ظبي بشكل عام تستضيف دائما العديد من الاحداث. اعتقد الترويج لابو ظبي اليوم هدف رئيسي من اهداف ايضا مجلس ابو ظبي الرياضي بالتعاون مع الانديه. اقامه مباراه بحجم كلاسيكو العرب، المباراة هذه يمكن عمرها 100 سنة، يعني صح. تقريبا كملوا 100 سنة قبل يوم أو يومين من من أول مباراة لعبوها ضد بعض. فنحن لا شك أننا نتكلم عن فريقين كبار، فريقين عريقين، يمتلكون يمكن شعبية كبيرة سواء في الوطن العربي في مصر أو حتى في العالم. اليوم نحن التذاكر اللي تنباع على الموقع فيه تذاكر اشتروها من البرازيل، من امريكا، ما شاء الله، عشان يحضرونها بالضبط، عشان يحضرون من دول الخليج كلها، طبعا في طلب من الدول العربيه كلها. لكن نتكلم عن اماكن مثلا سريلانكا، في تذاكر اشتروها ناس في سريلانكا على اساس انهم يحضرون. لا شك ان مثل هالاحداث تروج بشكل كبير اولا لابو ظبي، وايضا نحن نفتخر بوجود اشقاء مثل الاخوان المصريين في 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 مدينتهم ابو ظبي، في بلدهم دوله الامارات. وان شاء الله دوله الامارات دائما بتظل هي الحضن ان شاء الله اللي فاتح يدين لكل ابناء الوطن العربي في كل المجالات. في كل المجالات، في كل المجالات. اذا بنتكلم عن الخدمات اللي وفرها نادي الجزيره للاعبين المنتخب الاهلي والزمالك، شو اللي وفرته لهم؟ اللعيبه نفسهم، نعم، اللي هم في المنتخب تقصد؟ نعم. ما في يعني في لعيب، في خمس لعيبه تقريبا اللي في المنتخب المصري، ووصلوا طبعا متاخرين عن الوفد الاهلي والزمالك بحكم كونهم مشاركين في بطوله افريقيا. نعم صح. فهم ان شاء الله نحن نفكر مع شركه برزنتيشن اللي الشركه الراعيه للاتحاد المصري والشركه اللي تنظم المباراه. نعم. ان نشوف نقدمهم بطريقه مختلفه كونهم هم كانوا حاملين المركز الثاني في كاس افريقيا. فانا نقدمهم بشكل افضل، بشكل يليق بالمستوى اللي قدموه في كاس افريقيا وبالمباراه ان شاء الله. احنا تكلمنا من شوي عن نقطه التذاكر وان بقى عدد قليل منها، طيب لو في حال تم الطلب على هذه التذاكر بشكل متزايد، هل هناك خطه لمواجهه هذا الزياده في الطلب؟ شوفي، هو العدد انا اتوقع انه ينفذ اليوم المتوقع من بعد المقابله. بعد المقابله يعني ويكم يمكن حلو على على الشركه اللي تبيع، لان الشركه في النهايه ايضا واحد من اهدافها طبعا الامور الربحيه طبعا. نحن كانت عندنا فكره طبعا ان نسوي، ممكن نسوي شاشات عرض خارج الملعب، ولكن في نفس الوقت ممكن شاشات العرض تسبب لنا ايضا زحمه اضافيه نحن خارج، اي نعم، خارج الملعب، ويصير تكدس كبير ما بين الجماهير اللي في الملعب والجماهير اللي خارج الملعب. فحبينا طبعا ان ما نسوي اي شيء، حبينا بالعكس اساس الجمهور اللي يحضر انه يدخل بسلاسه ويطلع يعني ايضا بسلاسه. سوينا لهم مكان تجمع في مدينة زايد الرياضية، تجمع الجماهير أو تجمع المواقف السيارات. أساس أن المنطقة المحيطة بالاستاد أحيانا ما يكون فيها مواقف سيارات متوفرة، فوفرنا 4400 موقف سيارة في مدينة زايد الرياضية. والتنقل راح يكون نعم بواقع 2200 لكل نادي. مثلا جماهير الاهلي يمكن يستخدمون البوابه رقم 1 مدينه زايد الرياضيه، وجماهير الزمالك يستخدمون البوابه رقم 6 مدينه زايد الرياضيه، والباصات تنقلهم ان شاء الله الين بوابات الدخول في استاد محمد بن زايد. وبعد المباراه بيصير النقل ان شاء الله بالعكس الى نفس المواقع اللي هناك، بالاضافه طبعا الى 1200 موقف سياره طبعا متوفر في جانب استاد محمد بن زايد. عندنا يمكن 440 موقف سياره داخل الاستاد محمد بن زايد للفي في اي بي. فنحن الأمانة نحاول نقدم خدمات بحيث ان الكل ما نبغى اي شخص انه يكون زعلان بعد المباراه وخسران. هي مباراه احتفاليه والكل فايز ان شاء الله فيها. شو توقعاتك الشخصيه؟ والله صعب، الفريقين صراحه مميزين. توقعاتك انت الشخصيه؟ والله انا اشوف العام الاهلي فاز، اتوقع الزمالك السنه يفوزون، ولكن في النهايه هي توقعات. هي نقطه التعصب في زملكاوي عندنا بالاستديو يعني في الرياضه. ما عندنا، ما عندنا، ما عندنا، يمكن ما عند البرنامج. في اثنين عنا ان شاء الله. اللي معي هناك زملكاوي. وسامه بعد زملكاوي معدل البرنامج، يعطيه العافيه. طيب اذا بنتكلم استاذ عايض عن نقطه التعصب الرياضي، يعني من المعروف ان الفريقين وجماهيرهم ومتابعينهم فيهم تعصب شديد رياضي، وعلى فكره بالوراثه.
صحيح. يعني انت لما تشوف العائله المصريه لازم الاب واليد والولد ونسيبهم واللي راح يعني صحيح. يناسبهم لازم يكون من يشجع مثلا الفريق اللي يعني اول سؤال يسالونه انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ بالضبط قبل ما يوافقون عليه لازم يعرفون هو يشجع من الصراحه يمكن حتى انتقلت هذه ترى من مصر الى حتى احيانا في دول الخليج يعني تجد لازم بد ان في شخص اهلاوي في واحد زملكاوي مثلا نحن عندنا نحن في لشعبيه الفريقين ولكن فعلا التعصب داخل مصر لو تحضر مباراه الاهلي والزمالك في مقهى شعبي في يوم من الايام في مصر يمكن تتفاجئ يمكن تستمتع فيها اكثر من استمتاعك بالمباراه يمكن حتى في الاستاد في تفاعل في التفاعل للطرفه ايضا والتعليقات الجميله اللي تطلع والشعب المصري معروف بأنهم شعب أصحاب نكتة وشعب دمهم خفيف نعم. ولكن فعلا التعصب تحديدا للأهلي والزمالك وصل يمكن إلى مستوى في بعض الأحيان خليني أقول لك مبالغ فيه نعم. ولكن لله الحمد الجماهير اللي بيكونون إن شاء الله في استاد محمد بن زايد نحن كنا ثقة فيهم وفي وعيهم ونتمنى أنهم يقدمون رسالة أيضا هذه المباراة اليوم فرصة للجماهير المصرية أنهم يقدمون رسالة للجميع للعالم كله أن هذا هو الشعب المصري الطيب هذا هو الجمهور الحضاري صحيح. الراقي مثل ما صار في الموسم الماضي أيضا في السوبر اللي كان في مدينة العين نحن واثقين إن شاء الله بإذن الله من تعاون الجماهير وتكاتفهم لإنجاح هذا المهرجان إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله بنشوف في تكرار لهذا التعاون المشترك ما بين السوبر الإماراتي والمصري الإماراتي والله يعني. شوف نحن العام يعني أنا يمكن كنت موجود كون الجزيرة كان طرف في السوبر اللي كان في مصر بين الجزيرة والأهلي والعكس السنة أيضا كان الأهلي والزمالك أعتقد أنها فكرة جدا ممتازة يعني تساهم أيضا في الترويج حتى على مستوى الأندية يعني نعم. اليوم أنا سافرت بعد الكلاسيكو بعد السوبر الإماراتي سافرت مرة ثانية لمصر على اساس الترتيبات الكلاسيكو المصري حلو. فحصلت ناس كثير يتكلمون عن السوبر الاماراتي اللي كان في مصر بين الجزيره فهذا شك انه روج اسم الجزيره وروج الاسم الاهلي في دوله يمكن فيها عدد كبير ما يقارب 90 مليون في صحيح. دوله معظمهم طبعا يحبون كره القدم ورياضيين لا اعتقد ان هذا الشيء ممكن يساهم ايضا في 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 تقدم الكره في الترويج لاسم كره القدم في دوله الامارات نعم أستاذ عايض إذا بنتكلم عن دور مجلس أبو ظبي الرياضي كيف تثمن جهودهم في هذه المباراة؟ الصراحة أن نحن نشكر مجلس أبو ظبي الرياضي كانوا داعمين يعني دعم مطلق لإقامة هذه المباراة في أبو ظبي في استاد محمد بن زايد نحن اللجنة اللي مشكلينها اليوم لإدارة المباراة فيها يمكن أربعة أو خمسة أعضاء من موظفين مجلس أبو ظبي الرياضي نعم. شباب مجتهدين مقدمين كل الدعم أصحاب صراحة خبرة والشباب يمكن عندهم أصحاب كفاءة كبيرة في إدارة الأحداث الرياضية أنا شخصيا فخور أني أشتغل معهم ومجلس أبو ظبي الرياضي في الفترة الأخيرة نحن ملاحظين المستوى أو الأحداث الكبيرة اللي قاعد تصير في أبو ظبي يعني الفترة الأخيرة صرنا معدل تقريبا كل أسبوع في حدث رياضي كبير وأعتقد مثل هذه الأحداث أولا تساهم في نشر الرياضة بين المجتمع وهذا شيء مهم وايضا تساهم في اعطاء اسم ابو ظبي يمكن نكهه او علامه تجاريه خلينا نقول اصبحت علامه تجاريه رياضيه كانها يعني صناعه اليوم الرياضه صناعه اعتقد مجلس ابو ظبي الرياضي يساهم في تطوير هذه الصناعه في ابو ظبي. نحن بنختم معاك استاذ عايض ولكن في سؤال لازم اطرحه اخطر لاعب من وجهه نظرك في الفريقين لاعب واحد لاعب واحد ليش اسئلتك صعبه؟ هذه اسئلته صعبه صراحه وانا والله شوف متعصب المعد لا يمكن بالنسبه لاخطر لاعب هو انا بالنسبه لي كهرباء وكهرباء مش موجود كهرباء في الاتحاد السعودي على اساس اطلع من الموضوع على اساس ما حد يزعل مني فكهرباء انا بالنسبه لي هو اخطر لاعب لكن كهرباء اليوم انتقل وراح في الاتحاد السعودي تراضي جميع على اساس الكل يرضى يعني كل الشكر لجهودكم المبذوله في اولا في الاستقبال الراقي طبعا اللي تابعناه وشهدناه للفريقين العريقين وبالتالي يعني احنا دائما نقول ان المباراه هي فوز وخساره هذا شيء طبيعي اذا كان في تعادل يعني في هذه المباراه راح يكون صعب فنبي نقطه التعصب تكون بعيده نبي الالتزام بالنسبه للجماهير اللي راح تحضر انهم يلتزمون بالقوانين والانظمه يتعاونون اكيد مع
رجال الأمن من خلال التعليمات اللي راح يشوفونها بالضبط، ويسهلون على نفسهم ويسهلون أكيد على يعني رجال الأمن نقطة الدخول والخروج من النادي بكل سلامة، وبالتوفيق للفريقين إن شاء الله. احنا نشكرك عايض مبخوت رئيس اللجنة المنظمة والمدير التنفيذي لنادي الجزيرة الرياضي، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك أكيد إجازة سعيدة. شكرا. احنا وصلنا لنهاية مشوارنا وفقراتنا اللي تعرفتوا فيها من شؤون محلية تخص جميع أفراد الأسرة. صحيح. صباح الدار مشاهدينا، يتجدد معكم اللقاء فيه بالأسبوع القادم من الأحد إلى الخميس بتمام الساعة 10 وحتى 11:30. في أمان الله. مع السلامة.